عمر إجلول الأمين العام لجمعية حمير كردستان. مساء الخير عمر. مساء الخير. شو عملت؟ شو هيدا؟ تحية. هذا أنا أبو صابر. أوكي فيكتوري أند أوكي. هيدي شو؟ شو يعني؟ يعني أسلم عليكم وأقول أوكي. Very good. Very good. Yes. بس شو يعني؟ هذا التحية مالتنا وهذا في أمان الله. في أمان الله. إيه. ليه هيك؟ هو حركاته مني يزعل يروح يجي يسوي صريع. هذا أحد صفات الحمير. عمر يعني عم نشوف كرافات عليها حمير. هذا آل بيتي كلهم، قرايبي، ابن عمامي، ابن خوالي. عمامك وأخوالك. وأخواني. والبنز كمان. وهذا بيك برادر مستر دونجي ماي برادر. خيك. خي. يس. نعم أخوي. يعني أنت يعني أنت عم بتقول إنك أنت أبوهم، أبو الحمار كل. أبو الحمار كله يعني أنت أفلق كبير الحمير. أنت كبير الحمير. نعم أبوهم. أبوهم. وطالع زيهم. لما بتقول لما بتقول أنا أبو الحمير. في قدح وذم، في قدح وذم. يعني إذا حد عذرا إذا حدا نداك حمار تعتبره إهانة؟ لا لا يعني أمدح نفسي أعظم شخص بالكون لما نقول أنا حمار. إيش حد يكون حمار؟ أنا مقلد الحمار، ما أقدر أصير مثله. الخدمات اللي هو يخدمه وصفات اللي هو عنده أنا ما أقدر أوصلها. يعني الحمار أهم منك؟ أهم مني ومنك ومن غيرنا. وأثبت ذلك. أثبت ذلك. ليه ما بتحكي؟ لا. قال لك الواحد يحكي عن حاله. والله كيفك هذا أنا حر. أكيد أنت حر. وعندكم إيمان بالحرية. أكيد. والديمقراطية. أوكي ليه اخترت الحمار؟ ليه اخترت؟ لأن حمار هو أنا عمري 6 سنوات أبوي يبيع بي نفط هو خدمني. يقول أقول اللي أبوي يا ريت يا أبوي تهتم بنا بقد ما تهتم بحمار. يقول يا أبوي لو مو حمار أنا ما أقدر أجر عربان وأبيع نفط أخدمكم. الحمار هو خدمني وأني مناكر جميل وفي لي هالخدمة. اليوم عمر عندك يعني جمعية وأنت يعني مؤسس أمين العام. أنت مؤسس الجمعية. هو في البداية كان حزب. كان حزب من حزب الحمير. 79 لغاية حزب الحمير. 91 أيام الانتفاضة كنا حزب. نعم هلا صرتوا جمعية. راح أحكي بعدين من جمعية لحزب. نعم ليه صار؟ ولكن إذا حدا بده يعني بده يجي ينضم لهذه الجمعية. نعم. في شروط لواحد ينضم. شلون؟ عندنا شروط صريع بالكل. يقول درونا كري ولا ترويز طار كري. يعني يجب أن لا يكونوا كذابا. لأن كذب هو مفتاح الأعمال السيئة. إذا كذب يسيء كل شيء. لكن واحد مش كاذب. مش كاذب هذا الشرط. نعم. والثاني شرط يحب بلاده وطنه مأوى ماله حمار هو التعبار ومن بعيد من يتقرب من بيته ينهق أهل بيته يقول رجع والدنا من ينهق حمار لأن والدهم مو حمار. هاي ثاني شيء. نعم. إذا حدا جاي من الأعضاء أعضاء الجمعية بده يقدم لك التحية. هسا خلي يصل أخلص الثالثة. تفضل. الثالث يكون عنده صفات حمير. حمير عنده صبر، القناعة، الإطاعة، الخدمة بدون مقابل. صفات الحمير. نعم. ليه ما بتقول صفة إنسان يكون صبور؟ ليه صفة وين أحمر؟ إنسان عنده صبر قد أبو صابر غير حضرتنا أيوب الله يرحمه والله. نعم. يرضى عنه. لازم عنده كل صفات الحمار. نعم. لا يقدر يكون يعني منتسب للجمع. إذا بدك يكون في تحية وقتها بيجوا تجوا تجتمعوا مع بعض. في تحية معينة. حاضرة قدمة. الأعضاء من يجيني لازم هيك يسوي كيف وأنا كمان يسوي له جود. هاي التحية الأعضاء لما شلون ما جندي يروح على ضابط ماله هيك يسوي هو يجي. ليه عم بتحرك الحركة ويا الرجل اثنين الثالث شو خاصة بالحمار يعني هيدا هذا الشيء خلاعي ما أقدر أكشفه. ما بقدر تكشف بس لا. لازم تكون صراحة خلاعي. يعني هذا هو نعم. شو يعني شيء خلاعي؟ ما أقدر لأن صراحة أحترم النسوان اللي قاعدين. إيه؟ لابد بيشي تحية خلاعية يعني. لا مو خلاعية لكن. بس لما تفسر للجميع فلازم
رفصات. نعم تفضل عمر. يعني نعم. اللي بينتموا لجمعية الحمير في كردستان في تراتبية لون؟ تراتبية في رتبة؟ طبعا أول مرة إذا واحد مثلا عمره أقل من 6 سنوات تسميه جحش صغير، من 6 ل 12 شهر هذا بالشهر بالحمار يقابل سنة من بشر. نعم شهر، لأن هو ب18 يصير حمار وإحنا ب18 نكون رجال صاحب المسؤولية. تحت 6 سنين شو قلت اللي اسمه؟ جحش صغير. جحش صغير أي بالكردي عندنا هم أسماء ممتازة يعني ينطبق وياه. ومن 6 ل 12 نسميه كرة، ومن 12 ل 18 شهر نسميه نوبلان، إحنا بالكردي يعني شبيبة حمير. عمر يعني هو في الحاضرين في الاستوديو عم يضحكوا، خليه يضحكوا العالم، اضحك والدنيا يضحك لك، وابكي تبكي لوحدك مثل ما قالت ام كلثوم. ولكن الناس في كردستان نعم بيقبضوكم جد؟ والله في البدايه كانوا ينطحوني ويعضوني مثل الكلاب، لكن مع مرور الزمن وصمودي اقدرت اقنعهم اكثريتهم. نعم لكن قلت لي قبل شوي الصغير الصغير قلت لي جحش. جحش انت شو امين عام؟ انا اكبر الحمير في كردستان والعراق، اكبرهم، اكبر الحمير. انا مؤسس الفكره طبعا، ابو الحمير. رح احكي معك يعني عمر بعد شوي خلال الحلقه عن الحمير الاصليين ومقلدين الحمير. أي. يعني وعن انا مقلد وابو صابر الاصلي، ابو 4 رجل هو الاصلي. أنا مقلد. أبو صابر هو إيش حد يعتسون مثله؟ ما أبو صابر التسمية الشعبية في العراق لحمار. نعم. يعني أبو صابر للحمار، لأن هو صاحب بعتوا لك أبو صابر في العراق؟ هوايا الفيحاء قابلني خاصة النجلاء قادر يسميه كل دقيقة أبو صابر، وأنا أقول له أبو صابر، هي متنظمت وياي هسا بالبغداد. حضرتك متزوج؟ طبعا عندي 7 أولاد، 5 ولد و2. زوجتك شو منتسبة للجمعية؟ في البداية لا، بعدين بالأخير اقتنعت. ورتبتها اليوم شو زوجتك؟ مطية وبس أتان. نعم.